السلام عليكم، مرحبا بالتلاميذ الثالثة إعدادي في حصة أخرى من حصص الرياضيات. دونك في هذه الحصة إن شاء الله غنبداو درس جديد ويتعلق الأمر بلي فونكسيون لينيير لي فونكسيون أفين. وأول دونك الدوال الخطية مع الدوال التآلفية. أول فقرة غنشوفوها هي لي فونكسيون لينيير الدالة الخطية. دونك هنا الدالة بالعربية الدالة الخطية. وغنبداو الحصه ديالنا بواحد الجدول. دونك عطاني الجدول كوتي دان كاري والبيريميتر ديالو. الكوتي هي الضلع ديال المربع، البيريميتر هو المحيط. عطاني اكس ايغري، دونك هنا تنعطي قيم اكس وتبقى ايغري. دونك عطات لي واحد لقيت في البيريميتر ديالو جوج، عطيت القيمه اكس لقيت دونك الضلع جوج البيريميتر ديالو اربعة، الضلع اربعة المحيط ثمانية، نضيع 6 المحيط 12. تنقول كيفاش انتقلنا من السطر الاول للسطر الثاني. دونك من واحد لجوج فاش ضربنا واحد ضربناها في جوج، من جوج لاربعة فاش ضربنا جوج ضربناها في جوج، من اربعة لثمانية ضربناها في جوج، من ستة لطناش ضربناها في جوج. اذا هاد الجدول كامل من السطر الاول للسطر الثاني تنتقلو من السطر الاول للسطر الثاني تنضربو في جوج. اشنو كنقولوا على هذا الجدول اللي تتكون نفس المعامل؟ هذا تيتسمى الكوفيسيون المعامل، يعني تنتقلوا من السطر الاول للسطر الثاني بضرب السطر الاول في اثنان باش تلقاو السطر الثاني. وتتسمى جدول تناسبيه طابلو دو بروبورسيوناليتي. اذا هنايا ممكن نكتب بان اكس اكس اذا ضربته في جوج غيعطي ليا ايغري، اذا غنكتبو ايغري تيساوي جوج اكس. و ايغريك تنعرفوه في معنى متعامد ممنطق، ها اكس ديالي وها ايغريك، وهنا دائما تيكون الصور ايغريك هما الصور ديال اف. اذا ممكن نكتبو اف ل اكس تساوي دوز ايغريك دوز اكس. اذا اي داله تتكتب ليا على هذا الشكل تتسمى داله خطيه، سي كون فونكسيون لينيير. باش نزيدو نعرفو شنو هي فونكسيون لينيير، دونك إلا تعرف هاديك معنى متعامد ممنظم، أي دالة تمر من أصل المعنى فهي دالة خطية. إذا هادي دالة خطية فونكسيون لينيير، إذا غنكتب فونكسيون لينيير، هادي فونكسيون لينيير، نخدم نقرا، هادي فونكسيون لينيير. إذا أي وحدة نيزة من أصل المعنى فهي فونكسيون لينيير، وبصفة عامة لي فونكسيون لينيير كيكتبو ليا على شكل إذا غنمتحنيها. إذا أي فونكسيون لينيير تتكتب ليا على شكل، دونك هذا هو التعبير ديالها بصفة عامة لي فونكسيون لينيير. التعبير ديالها إف إكس تيساوي أ إكس بحيث أ هو الكوفيسيون. معامل موجب معامل صافي، بحيث ا اكس راه هي الصوره ديال اكس. اذا هذه النتيجه هي الصوره ديال هذا العدد لينيير. غناخذ اكزومبل ديال لي فونكسيون لينيير، اكزومبل دي فونكسيون لينيير، مثلا اف اكس تساوي جوج اكس، هذه داله خطيه. اذا دائما تيكون فقط جوج اكس، اذا ما كاين لا زائد لا ناقص شي حاجه واحده اخرى. اف اكس مثلا تيساوي ناقص واحد على ثلاثة إكس، فونكسيون لينيير. مثلا إف دي إكس تساوي مثلا ناقص خمسة إكس، فونكسيون لينيير. صافي، إذا أول حاجة غنتعلمو ليها هي كيفاش كومون كالكولي ليماج في ليماج دو فونكسيون. دونك Donc exemple 2, soit f de x est égal à 3x. Donc سؤال 1, calculer, ou هذا سؤال moyen maintenant, ou سهل ودائما تيتحط لكم في الامتحانات. Calculer, مثلا f de 1, f de 2, f de 3. Et ainsi de suite.
دونك كيفاش نجاوبوا على هذا السؤال؟ تنكتب ليه اون لا اف لي اكس التعبير ديالها كيساوي دونك اف لي اكس اللي تعطات ليا هي 3 اكس صافي. اشنو بغيت نحسب الصوره ديال واحد دونك اف لي واحد تساوي بلاس اكس اشنو درنا واحد اذا هاد اكس تا هو غنعوضو بواحد غتولي 3 واحد باش نديرها بلون واي باش تولي كلها هنا واحد وهنايا واحد شحال تتساوي تتساوي 3 بغينا اف لي 2 اشنو تيساوي دائما 3 المعامل ديالي غيبقى فاش غنضربوها في جوج تساوي 6 اف لي ناقص 3 اشنو تيساوي 3 في ناقص 3 تيساوي ناقص 2 اذا نتمنى ان السؤال الاول يكون واضح. السؤال الثاني تيقول لك ديتيرميني دونك ديتيرميني ليماج دو اذا نفس تقريبا نفس الصيغه نفس السؤال ولكن بصيغتين مختلفتين. اذا يا اما غايقول لك السؤال كالكولي مباشره يقول لك اف لي ان اف لي دو يعني مجموعه من الاعداد ولا يقدر يقول لك في السؤال دونك دو ديتيرميني. اذا السؤال بصيغتين ديتيرميني ليماج دو مثلا موان زان ادمي بار لا فونكسيون اف بار اف صافي. اذا هذا سؤال دائما تبع كيفاش تنجاوب غنقول ليه عاوتاني اون اف لي اكس دائما تكتب ليه التعبير ديالو باش تكون الامور ديالك واضحه. 3 اكس اشنو بغا قال لك ديتيرميني ليماج يعني بحال الا قال لك هذا السؤال اللي تنقول لك ديتيرميني ليماج ديال العدد راه بحال الا قلت لك كالكولي اف لي موان زين داك الشيء قلت لك مره نفس السؤال ولكن بصيغتين مختلفتين يا اما غايقول لك مباشره كالكولي ولا غايقول لك ديتيرميني ليماج راه بحال الا قال لك حسبها. اذا غنجي لهنا غندير اف لي موان زين ادمي شنو تيساوي تيساوي 3 في موان زين 3 في ناقص 1 هي ناقص 3 على 2. نتمنى ان الامور تكون واضحه. الشيء الثاني غيقدر يقول لك السؤال ديتيرميني لانتيسيدون دو مثلا 4 بار اف ولا السؤال الثالث اللي غيتعطى لينا هو هذا غيقول لك السؤال 3 ديتيرميني لان تي سي دو دو نف بار لا فونكسيون اف غنشرح لكم السؤال بار لا فونكسيون اف قال لك ديتيرميني لانتيسيدون دو نف بار لا فونكسيون اف اشنا هي لانتيسيدون يعني اين عدد حسبتي ليه الصوره ولقيتي 90 اين عدد حسبتي ليه الصوره ماشي حسب ليا الصوره ديال 90 لا هنا راه تغيرت الصيغه اذا هنا تيقول لك اين عدد حسبتي ليه الصوره ولقيتي 90 اين عدد حسبتي ليه الصوره ولقيتي 90 يعني هنا غتولي عندي على شكل معادله دائما هاد السؤال تعطي لكم على شكل معادله ايكواسيون شنو تنكتب ليه تنكتب ليه اف لي اكس تيساوي 3 اكس ديال حدا يساوي داك العدد اللي بغا 90 كتبوا هنايا صافي اذا تولي عندك هذه معادله هذه معادله 3 اكس تيكال على 9 اشنو هو المجهول ديالك هو اكس اذا اش غادي ديك 3 نرجعوا هاد الطرف ثاني غتولي اكس تيساوي 90 على 3 شحال هي 90 على 3 هي يعني 3 يعني الا حسبتي الصوره 3 راه غتلقى 90 اذا بغيتي تاكد غتجي غتحسب الصوره ديال هذا اف لي 3 تيساوي 3 اللي تعطات ليا في 3 اللي لقيت تساوي 90 دونك لانتيسيدون دو 9 بار فونكسيون اف اي 3 صافي دونك غنكتب هنا
دو لان تي سيدون بالنسبة للناس ديال العربية ليه ولا ما هو العدد الذي صورته تسعة بيلعب بالدلائف لان تي سيدون دو لاف بار اف اي 3 عفوا غنزيد مثال واحد اخر دائما نفس السؤال غنقول لك عاوتاني في السؤال 4 يعني نفس المثال ديتيرميني دونك 4 déterminer l'antécédent de 12 par f. Je vais vous le dire. Il y a 9 sur un boulet en là. F et x. Il y a 9 sur un boulet en là. Il y a un adèle de la sora à la fin de la marche. Il y a un adèle. Il y a x en jour. تساوي اللي تعطينا دائما هي 3x قلنا مباشرة عمد عينك وكتب ليه تساوي 12 تساوي 12 وغتحل هذه عجلة المعادلة 3x تساوي 12 إذا شنو غيساوي x؟ 12 على 3 صافي 12 على 3 شحال تيساوي؟ تيساوي 4 إلا حسبتي الصورة ديال 4 خصك تلقى 12 هي 3 في 4 تساوي 12 دو لانتيسيدون دو 4 دو 12 فار اف اي 4 نتمنى ان الامور تكون واضحه دابا راه السؤال الاول والسؤال الثاني خص كلشي يبقى يجاوب عليه دابا شنو بقى لينا دونك دابا عرفنا بان اي داله اي داله اختيار دائما تتكتب لنا على شكل اف لي اكس تساوي واحد العدد في اكس هذه هي الداله الاختيار السؤال يقدر يقول لك لقى لي هذه المعامله هو اللي غنعرفوا ليه هو الحاجه اللي هي مهمه عندكم عاوتاني دونك ديال الخاصيه اللي مهمه دونك اش تقول لي الخاصيه كتقول لك الى سي دونك سي اف est une fonction paramétrique chante elle est si linéaire il a quand f fonction linéaire donc si chante il a quand f fonction linéaire donc alors le moyen a égale f de x elle est x وقول لي منين جاتني هذه راه جاتنا من هنايا بحال هذه عندي معادله المجهول ديالي هو ا اذا هذه اكس الى مشى للطرف الثاني غادي نولي قسمه راه واضحه الامور اذا الا كانت اف فونكسيون لينيير راه ممكن نلقاو داك الكويفيسيون بهذه العلاقه اف لي اكس على اكس غنعطي فيها امثله باش تبان لكم الامور مثلا السؤال كيفاش غيتحط لك غيقول لك سوا اف فونكسيون لينيير دونك اكزومبل أطلعنا يقول لك f est une fonction linéaire telle que بحال donc f دالة خطية بحال مثلا f f لي جوج تيساوي 6 صافي غايقول لك السؤال اذا هذا هو التمرين ديالي غايقول لك واحد مونتخي كو ليكسبرسيون تعبير ليكسبرسيون دو f اي سي سو لا فورم f لي x تيساوي 3x اذا هذا هو السؤال ديالي اذا عطيناك f لي 2 تيساوي 6 وقلنا لك بين بان f لي x تيساوي 3x يعني بمعنى اشنو اللي خاصني خصني داك المجهول داك الكوفيسيون ا هو المجهول ديالي اذا كيفاش غنجاوبو غنقول ليه اون اون f est une
ضروري تكره لي ضروري ايتو فونكسيون ايتو ايتو فونكسيون لينير ياك ايتو فونكسيون لينير بما هنا كيفاش غتكتب غتكتب اف دي اكس تساوي ا اكس دابا نكتبها لي هي الاولى عاد غنقول ليه ا ايتيغال هو اللي خاصني هو المجهول ديالي ا اشنو تساوي قلنا هي 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 الخاصيه اف لي اكس على اكس اف لي اكس على اكس هنا في ما تردو البال اف لي اكس اللي تعطات لينا هي اف لي دو غندير هاد الرقم اف لي دو وهاك معايا البال اف لي دو هاد العدد اللي عندي بين قوسين هو الاكس اذا هو اللي تيتعاود على دو شحال هي اف لي دو تعطات ليك هي 6 على دو شحال تساوي 3 هاي Donc, on a d'où f de x égale 3 x. On peut même admettre les couloirs. Ça va, on a deux mètres tannés, ou est-ce que c'est comme au moins? Un tannin angulique, soit f, la fonction définie par, montrer que. On est là sur la right out. On n'a pas fait une question. Donc, on a toute la ligne. Ou peut-être une question. Donc, on va dire que F. F les 4 est égal à maintenant 16. Ça va? On va dire que déterminer sur un. Et on va dire que montrer que ou la déterminer. Marche. Déterminer l'expression de F. Donc, voilà. Voilà, je vais vous montrer. C'est un Alex Suel. Il a dit que c'est un Alex Suel. D'abord, là, on a déterminé l'expression. Il a dit que c'est un Alex Suel. D'ailleurs, l'expression de F. À chaque fois, on a F, on a F est une fonction linéaire. Je vais vous montrer. J'ai mis une canette linéaire de cette Alex Suel. Est une fonction linéaire. Après, donc qui va s'appeler f de x, c'est égal à x. Alors nous voulons jouer le jeu de a. A est égal à f de x, la x. Est égal à f de x, il y a f de r. Alors maintenant r, tout bien. Donc là, le nombre que j'ai là, on va le dire tout de suite. F de r, c'est quoi? Il y a 16. أربعة شحال تساوي أربعة 16 على 4 هي 4 دو اف لي اكس شحال تساوي بلاس دونك هي 4 اكس صافي هادشي اللي تيتعطى لينا في الأسئلة بقى لينا السؤال الأخير هو إلا بغينا نرسمو المنحنى دونك لا كورب ديالها بريزونطاسيون غرافيك مثلا غناخدو الدالة باش نرسمو المنحنى ديالها مثلا غناخدو f de x, باش نعرفو حتى هي f de x مثلا تيساوي 2 x صافي بغيت ندير ليها المنحنى اول حاجه تندير تندير واحد الجوال تنحسبو الصوات هنايا راه شفنا هاد الشكل معادلات المستقيم تندير x f de x صافي f de x هي y هي لاكس ديزوغوني مثلا غناخد القيمه 0 غناخد القيمه 1 وغناخد القيمه مثلا 2 غنجي غادي نكتب الصورة ديال صفر اف لي صفر تقدر تعطيني كتب الصورة من قبل اف لي صفر هي جوج صفر هي صفر إذا غنطلي عليها هي السلامة صفر اف لي واحد تيساوي جوج واحد تيساوي جوج اف لي جوج تيساوي جوج في جوج هي أربعة صافي غنجي غنرسم المعلم متعامل ممنظر اشنو قلنا الدالة خطية خص يكون دايما في اصل المعلم ما داش في اصل المعلم في راسك غادي خطأ دونك هنايا اي وهنايا جي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة واحد جوج ثلاثة أربعة دونك واحد جوج ثلاثة أربعة و
جوج ثلاثة أربعة. شنو هي القيمة اللي بغينا؟ صفر صفر هي أصل المعلم، صفر صفر هي النقطة دايز منها ضروري، ثم واحد جوج دائما درنا اختيار فرنسا راسها دايزة من صفر صفر، واحد جوج دونك واحد غنطلعو جوج، ثم هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، ثم جوج أربعة جوج أربعة. إذا نجمع بين هذه النقاط وهذه هي إف ليت جوج. إذا نكونو انتهينا الفقرة الأولى ديال الدرس ونتلاقاو في الفقرة الثانية إن شاء الله.